عملية السيرش ازاي هعمل سيرش في السبرينجر جورنال او الاي تريبل اي او الاي سي ام. اول حاجه انا هعمل سيرش على التوبيك بتاعنا موبايل جيو لوكيشن. لوكيشن سيرفيس بيزد ريكومندر سيستم. هتخش ده اللينك بتاع سبرينجر جورنال. تمام الجيوليكيشن. تمام سيرفيس بيز ريكومندر سيستم هيجيب لي الريزلت. اول حاجه الريزلت اللي جات لي اهي، بدور على حاجه زي دي مثلا اسمها البيرسوناليز اند كونتكست اوير. اوكي دي مثلا للكونتكست اويرنس. تمام دي مثلا الهايبرد جروب ريكومنديشن فور ترافل سيرفيس. تمام اللوكيشن بيزد سوشيال نتوركس دي مثلا نقرا فيها عشان ما هتفيدنا في البروجكت بتاعنا. اوكي elevating new user problem and filtering. okay whatever مش دي مش بتاعتنا خالص دي. okay دي ممكن. تمام ده مثال في السبرينجر. اوكي طب ازاي احمل ال اوكي ده تقريبا بوك. وعادي متاح مجاني. اوكي دي ارتكل. تمام نحملها عادي خالص. داونلود بي دي اف. اوكي كانسل ده. اوكي ده كتاب عموما، مالناش دعوة بالكتب، احنا عايزين بس الارتكلز. اوكي برضه مش هنلناش دعوة بالكتب. ده كتاب برضه مالناش دعوة بيه. اوكي نيجي لـ IEEE التوبيك بتاعي موبايل geolocation service based recommender system. اوكي واعمل سيرش ده في الاي تريبل اي جورنال. سكاي هاب عشان
ده البيبر اللي انا نزلتها او الارتكل. احتمال تنفعنا واحتمال تنفعناش عموما يعني، بس وات ايفر. ما هو سبرينجر مش لوحده، وفي عندي اي تريبل اي، وعندي كذا، او الجي سبيشال ريكومندر سيستم ده للهيلث سيرفيس لوحده. بعد كده في عندك اللي هو اللوكيشن والدايفرستي اوير. اوكي تمام. هنقلب برضو كده احنا بس لو انت بتنزل هتنزل بيبر واحدة وتقراها تكون ريليتد بالموضوع. طب دي كلها بيبرز انا هنزلها ازاي؟ دي 2014 اوكي تمام. انا نزل انا البيبر ازاي دي بقى؟ دي خاصة بالهيلث عموما يعني. اوكي خلينا بتاعت الهيلث دلوقتي نيجي للي هي ال انا انزلها في سكاي هاب واحط اسم البيبر واعمل ابلود. هيجيب لي البيبر دي البيبر وانزلها عادي. طبعا الستورنج بتاع سكاي هاب الاكستنشن عرفت بتنزله ازاي. طبعا انا همسح كل البيبرز اللي عندي وابتدي اشتغل على النظافه. انا بس بوريكم ها الجريس بيزد ابروتش اوف مايننج الماسيف زي بالو تراجكتوريز وات ايفر يعني. دي بيبر برضو ممكن تنزلها. في احنا خلينا فاكرين ان البيبر من 2014 ل 2015 تمام. هم واخدها برضو كده كابي على سكاي هاب وبيست واوبن. هينزلها لي برضو. هكتب طبعا الكود ده بيظهر لي في الصورة عشان انزل وانزل البيبر تمام. ده مثال على انا هقفل ده كله اصلا وابتدي اعمل سيرش من اول جديد. ها نيجي للي سي ام اهو سيرش كتبت البيزد Service Recommender System ACM برضو البيبرز اللي منشورة في ACM. هو عموما ACM أكتر هتلاقي البيبر فيه كتيرة يعني. حلو ده ميزة ACM. دي مثلا عايز انزلها
واخد الاسم بتاعها اللي هو ده، هي 2013 عموما يعني، احنا زي ما قلنا من 2014، بس انا بوريك ازاي تنزل الحاجة وتعود تضابط. هتكتب برضو الكود، وتنزلها عادي، وبيبر تنزلها عادي. لو حبيت انزل غيرها برضو الكونتنت درايف ريموت جيو لوكيشن مايكرو بلوجز وات ايفر، احنا بندور على المتعلق بالتوبكس بتاعنا. اوكي مثلا الماست شورتست باث ده مثلا، بس ده 2005، احنا بندور على حاجة من 2004، ما اعرفش ايه اللي حصل السيرش هنا عموما وات ايفر، بس انا هدخل تاني واعمل سيرش من اول وجديد عشان مش جايب لي اي ريزلت انا عاوزها، كلها بيبرز قديمة. هكتب موبايل جيو لوكيشن سيرفيس بيزد ريكومندر سيستم. دي 2012، ألفين وحداش، 2012، 2010، 2012. ألفين وست، 2013، 2015، عايز دي مثلا هقوم جايب سمنت على سكاي هاب، واحط التايتل ولوجو،
يا مثال. اوكي خلاص كده انت عرفت هتعمله سيرش ازاي، بس نزلوا بيبرز اللي ريليتد، كل واحد فيكم ينزل بيبرز يقراها قبل ما ينزل اي حاجه تانية. انا بنزل هنا عشوائي وخلاص عشان اوريكم بنزل ازاي وبدور ازاي، بس لازم كل واحد يقرا البيبر قبل ما ينزل يفكر ينزل بيبر تاني، عشان احنا مش بنجمع بيبرز وخلاص، احنا عايزين على اخر الاسبوع نكون عملنا التاسك، كل واحد عمل اللي عليه. تمام، سيبكم دلوقتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.